مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو، برنامجكم الحل بين يديك. فمرحبا وأهلا وسهلا بكل أوفيانا الكرام اللي كيتابعونا إلى حدود الساعة الرابعة، ساعة فيها كنتكلموا على همومكم ومشاكلكم، كنحاولوا ندعمكم نفسيا ونساعدكم على أنكم تلقاو الطريق السليم باش يمكن تجاوزوا مشاكلكم، فرصة نستفدوا منكم وأيضا نفيدكم. والساعة الثانية كتكون فرصة للإجابة على كل أسئلتكم القانونية مع الأستاذ سعيد الناوي. واليوم معنا في الساعة الأولى الكوتش منى الصباحي، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى. أهلا سكينة، أخبارك؟ الحمد لله، لاباس عليك، على خير اللهم لك. كيف راكي مع التقلبات الجوية؟ صافا صافا الحمد لله، الله يرحمنا. امين يا رب، امين يا رب جميعا. كنواصلوا حديثنا عن الشعوذة في هذا الأسبوع. هذا تكلمنا بطبيعة الحال على مواضيع في هذا الإطار، وسمعنا شهادات قد تكون صادمة وقد تكون ملائمة للموضوع. اليوم غنطرقوا لواحد النقطة مهمة جدا، وهو إنسان من اللي كيتزعزع يقينه بالله سبحانه وتعالى، بحيث أنه كاين نوع من الناس اللي كيعيشوا حياتهم كلها وهما في شك، شك من الجار، شك من الجارة، من بنت العمة، من بنت الخالة، من ولاد العم، من الراجل، من عائلة الراجل، من عائلتها، دائما سواء المرأة أو الراجل. يمكن يعني كنتكلم على الطرفين، واحد الشخص اللي كيشك في المحيط ديالو بلي كيسحر ليه، فكتلقاه دائما داير رد البال. عندك نخلي حويجي منشورين ويجي شي حد يهزهم، عندك يدخل شي حد البيت نعز لي وياخذ لي شي حاجه من الاشياء ديالي، عندك نكون عند شي حد، عندك نكون عند شي حد ويقرب لي الصاك ديالي ويهز شي حاجه، راه واقيلا داروا لي، درني راسي، لا لا هذه واقيلا شي مجمر محرك، دروني عظامي، لا لا شي حاجه كاينه. فكاين من نوع من الناس اللي كيعيشوا دائما بالتفوسيخه وبترتق الدون وبالعرافات والشوافات، اللي دائما فين ما كيمشيو عندهم سواء رجل ولا امراه كيلقاو هذاك الرجل والمراه اللي كياديهم مربوعين القد، ما طوال ما قصار، ما عراض ما خلاض، ما سمر ما ابيض. جمله كتكرر على ما سمعهم دائما، واكيد انهم كيربطوها بشي شخص، شي شخص معين. واللي زوينه المهم الصراحه في اللي تيعاودوا، اللي شفتو حتى في الافلام اللي تيتكلموا عليه، انا عرفت تيمثلوا الواقع ديال داك القضيه ديال شي واحد ما كيبغيكش، بصح ولد عمي الفلاني ما كيبغينيش. كل واحد فينا عنده شي حد اللي كيشك انه ما عندوش معاه، كل واحد فينا ما دايش فوالا، كل واحد فينا عنده شي حاجه اللي طلع عليه الزعف، شي مشكل اللي خدام عليه، كيقول لك عندك شي حاجه مقلقك في حياتك. بصح هذه المساله انت راه كتكمل من عندك، كيعطيك كما كنقولوا وصف حديقه، راه نفس الحاجه تقدر تنطبق على كل شيء. وهذه كانت تجربه دارت، كان واحد والله يخليك دارت في الولايات المتحده الامريكيه، ماشي حتى عندنا هنايا، لانه هذه مساله في العالم، يعني قراءه الورق والتنجيم وقبيل ويجا الى غير ذلك، هذه امور كلها هي كاينه في العالم. التطير فحكيت حجبي لي من حكيت من حدا شي حاجه مقصه ما مقصاش، المهم فكانوا داروا على لي زوغوسكوب على الابراج، وجا واحد لواحد القسم فيه شي 20 تلميذ وكلهم في سنة أولى أو سنة ثانية جامعة، جلسوا في واحد القسم وقال لهم أنا راني جمعت المعلومات الكافية على كل واحد فيكم، فوقاش تزاد، فين تزاد، النهار اللي تزاد فيه، الساعة بالضبط، الوالدين ديالو إيتو اللي خداهم زعما من عند المدرسة، وراه حددت لكم البرج ديالكم بالتفاصيل، بالحياة ديالكم العاطفية والمالية وهذه، ودابا كل واحد فيكم راني جبت ليه الورقة الخاصة به، وناض واحد الملفات ووزع على كل واحد فيهم ورقة وقال لهم الله يخليك ما تهضروش مع اللي حداكم، تكون صدخوا على الورقه ديالكم وقولوا لنا، لان حنا دابا كنديروا هذه التجربه وبغينا نعرفوا مدى صحه هذا الشيء اللي قلنا وانتم تشوفوا. فتخيلي ان 90% من التلاميذ اللي كانوا في ذاك القسم تيقولوا ان على الاقل 95% من داك الشيء اللي في الورقه مطابق لحياتهم بالملي بالضبط، اكزاكتومون داك الشيء اللي عايشين، اكزاكتومون داك الشيء اللي كيفكروا فيه، اكزاكتومون بالضبط حياتهم ايتو. ويقول لهم من كملوا قال لهم صافي هذا وفرحان زعما، ويقول لهم دوز الورقه لهذاك اللي علي من ديالك. فالمفاجأة ديال التلامذة شنو كانت؟ أنها نفس الورقة اللي تعطات لهم كاملين، وأنهما كيفاش قرأوا داك الورقة وكيفاش ترجموها، كيفاش تفاعلوا معها، كيفاش تفاعلوا معها. كل واحد فينا عنده شي أشياء من داك الشيء كيحاول يترجمها ويطبقها على حياته، وتيقول بأن هذيك هي الحقيقة، هذيك هي الواقع. وهذه تفت التجربه اللي غنتكلموا عليها اليوم ديال واحد السيد اللي هذا الشيء اللي وقع عليه في حياته، لدرجه انه ولا واحد النوع ديال التطير عايش فيه في جميع المواقف ديال حياته. كما قلتي سكينه في التقديم، وني تكلمنا على الحاله قبل ما
باش نعرضوها اليوم بهذه الطريقه فحال هكا، ديال واحد اللي خايف يمشي لعند الناس، خايف ياكل عند الناس، خايف ياكل في الزنقه، خايف ياكل في هذا لان يقدروا يوكلوه، خايف من مرته، خايف من اللي كيدخل ويخرج للدار، خايف من الجيران شم شي ريحه ديال شي حاجه، بان ليه شي ما مهرق في الدروج اذا داك ما فيه شي حاجه، بانت ليه واحد الحاجه كحله دايزه ما نعرفش شنو، حلم واحد الحلامه، فحياته كامله كترجم كيترجمها وكيقادها باش ان الناس باغيين يديوه، الناس باغيين يعينوه، ميونكا طلعت ليه السخانه حيضربوه بالعين. كان ماشي يشري شي طوموبيل ما كملش الله ما تفهمش هو والبيع والشاري حيتحسدوه. بدا في اون افير وتبارك الله راه بلان دافير عنده ما شاء الله خدام زعما مزيان كل شيء، مي لافير مي تتعكس ليه، علاش؟ حيت داروا ليه العكس باش ما تكمليش الخدمه ديالو. فيعني انسان اللي تيسير حياته كلها بعلاقات بالعلاقه بالغيبيات ديال ان شي حد باغي يأذيه، لدرجه انه حتى وصلت ان علاقته بمراته الا كان فاهم معها اذا هي دايره ليه شي حاجه، بحال والو تكون وكلته ولا حطت له ولا هذيك ما عندوش كيدير ما ياكلش في الدار، ولو انه حاضي جنبه يدخل يقلب البلاكارات يقلب تحت الناموسيه. عجيب تخيلي يعني الانسان يعني لقى شي مجمر ديال الشوا في الدار صافي مشات فيها مسكينه هذاك السيده الا لقى شبه بحال ما الله يحفظ، فكيدخل يقلب في البلاكارات بيان سور هادشي ما كانش كيقولوا لمرته ولكن هي عقت به من بعد لان كيبان لها سيد كيدخل كيبدا يقلب هالملحه واش ما كاينه ولا ما كايناش، واش هادي كيقلب تحت الناموسيه بلي تكون شي حاجه محطوطه، الا جا كيما قلت لك حتى في الدار ولا لقى شي ما ولا شي ريحه ولا غير ريحه العود في الدار، علاش هاد الريحه هنايا وعلاش زعما وشنو كاين وشنو واقع؟ فانسان وصل لواحد الدرجه ديال الوسواس من كل حاجه ومن كل شيء، ما بقاش يقدر يرتاح في حياته كامله. فالاشتغال هو كان من كان جا ما كانش هذا هو المبدا الاساسي، هو من جا قال لك باش يتعامل مع التوتر في الحياه ديالو، لان الناس قالوا ليه راه التطوير الذاتي ولا كوتشين يقدر يعاونك وتقدر تلقى حلول، وبالنسبه وسورتو في العمل ديالو كيفاش يتعامل مع لي كولابوراتور مع اللي كيخدموا معاه، في حين ان من جو بدات يهضر على حياته من الاسئله اللي كان طرح ليه لقينا ان المشكل في الحقيقه ماشي هو غير مع الخدمه وانما هو كيفاش كينظر لحياته، لان كيحس براسو الي اتاكي كل شيء باغي يادي باغي يضرو. فاشتغلنا على تغيير لي كرويانس المعتقدات، ويمكن هذه يمكن اصعب الاشياء اللي تنشتغلوا عليها هي تغيير المعتقدات، لان الانسان اللي عنده واحد المعتقد الا تلاقيت الصباح وقطك حلى النهار داز كحل وكتلقاه تيقلب داك النهار على لي بروف على الادله ديال ان فعلا داك النهار داز كحل، لان يقدر الانسان كاريمو يمشي يدير هو شي كارثه بلا ما يحس بلا ما يوعى بها باش ما باش يدوز داك النهار كحل ويتقلب داك الشيء اللي دار باش الاعتقاد ديالو يبقى في محله. فاشتغلنا على المعتقدات على لي كرويانس المعتقدات باش كنزعزعوهم خصناك تعطيني العكس ديالهم، يعني كنمشي كنقول لك انت دابا تظن ان الا درتي الحرمل لشي حد اذا مثلا عطيت غير مثال فهمتي بالي غير باش ان هذا الا عطيتي ان شي حد درتي ليه الحرمل في واحد البلاصه اذا توقع ليه واحد قال لك وديرها وشوف شنو يوقع. يعني خصنا نزعزعوا داك المعتقدات كنزعزعوهم بالامثله الحيه وخصنا ان الانسان هو يجربهم. ها انك تفكر ان الا كليتي عند فلان هيوقع لك وهيوقع لك وكل عند فلان ولكن تاكل عنده وتمشي تصوب هذه الحاجه كنديروا دي زاكسيون او شي اشياء مثلا من تاكل هتمشي دير رياضه او تمشي تدير تمشي تصلي او تمشي كدير واحد لاكسيون اللي كتعطيك واحد الراحه اللي كدير لك واحد الطمانينه اللي كتهرس لك داك لو شيما ديال انك تفكر في الحاجه السلبيه. فخدمنا على مجموعه المعتقدات ما نقدرش نعطي لي ديتاي كاملين مي كانت هذه هي الاساس ديال هذه الطريقه لان لي كرويونس معتقدات كنعتقد اني الا شربت قهوه كحله هيوقع لي في حركه كتشرب قهوه كحله كيوقع لك في حركه، نفس الشيء مع الدجل والشعوذه لانها حنا المعتقد ديالنا كتكون مهيئ بالطبع لما يقع وانت تتقلب عليه. راه شنو بس مثلا كتحس ان مثلا كتضحك انت ومرتك عادي ناشطين هذا ولكن قلتي ضحكت حدا فلان وفلان قواس داك يضربني بالعين ندخل للدار ندبز مع مرتي، كتدخل للدار كتقول لك مرتك علاش هادي ماشي هنا او اجي نديرو هادي كتشعل انت لان مستعد انك دبز ولا غدا كتقول شتي فلان ضربني بالعين. يعني حتى لو شومانيتيك ديالنا كيلعب دور كبير في جلب بعض الناس مثلا كيقولوا بعيد مثلا عن الشعوذه شي حد تيقول لك انايا ديما كنتلاقى مع ناس اللي كيتعدوا عليا كنتلاقى مع ناس اللي ما كيتعاملوش معايا مزيان كنتلاقى مع ناس كذا كذا وكتبقى عنده ضعف نفسي معين اللي كيجلب له هذا النوع من البشر. كاين نشرح لك هذه القضيه بالضبط ونبسطها لاقصى حد. الافكار ديالنا السائده في العقل ديالنا دابا هذه علميا تم الاثبات ديالها ان كل فكره عندها واحد الدبدبه
فحال مي كنشدوا بحال الناس اللي كيتصنتوا لينا دابا في لا راديو كيفاش شادينا راه شي حاجه بحال السحر يعني عندك واحد لا ماشين صغيره واحد التخربيقه ولا جات تليفونك ولا ماشي في طوموبيلتك وكيوصلك الصوت ديالنا حتى لعندك كتحط غير الدبدبه وكتستمع نفس الشيء بالنسبه للافكار كل فكره عندنا في العقل ديالنا عندها واحد الدبدبه والدليل انك كتفكر في شي حد هذه 50 ما شتيش كيعيط لك انا عندي واحد صاحبتي كتدخل من لو جابون ولا من لا سويس كنعيط ليها لدرجه ان هي كتقول لي ما يمكنش كيفاش كتعرفي قالت لي يمكن دايره شي حد في المطار باش كتعرفيني راني دخلت كيفاش الله اعلم كنحس انني توحشتها بزاف وباغا نهضر معها كنصيفط لها غير ميساج واش دخلتي المغرب ولا مازال وقعت نيت هذه ما كاملش الشهر قالت لي ما يمكنش زعما كيف وماشي انا بوحدي اللي كتوقع لي هذه القضيه بزاف الناس فكل فكره عندنا في العقل ديالنا عندها داك الدبدبه كيستقبلوها وكنصيفطوها وكنستقبلوها على حسب على حسب داك الافكار السائده عندك كتستقبل تنتهي نفس راه الاشياء التي تتشابه تتجابد فكل حاجه كتجبد اللي عندها الا كنتي انت انسان سلبي في التفكير ديالك ملي كيصبح الصباح وانت كتفكر شي مصيبه هتوقع فلان ما كيبغينيش انا ما عندي سعد انا ما عندي هادي اللي درتها ما كتكملش انت كتجلب لنفسك داك لا سيتوياسيون وداك الافكار وداك الناس اللي غياديوك واللي غيضروك اللي ايفون كونفيرمي ياكدوا لك داك الافكار اللي عندك نعم ولا سمحتي لي كوتش منى حنا مازال غنواصلوا معاك غنمشيو فاصل اعلاني بعدا اختي غنائي وراجعين نستقبلوا الاوفياء الكرام على 0522 46 72 50 51 52. دائما وحكي لنا قصتك ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس غتكتبوا حل خليوا فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله السادية للدراما احتساب الرسوم ايضا يمكن لكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك فاصل ونواصل قصتك رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما وبرنامجكم الحل بين يديك وحكي لنا قصتك على 0522 46 72 50 51 52. ايضا يمكن لكم تتواصلوا معنا عبر الاس ام اس غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله السادية للدراما احتساب الرسوم ايضا يمكن لكم تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك غنمشيو ناخذوا معنا اول رساله كتقول السلام عليكم اختي سكينه معك أنس بغيتكم تفيدوني بغيت نعرف علاش ملي كنكون كنوجد لشي حاجة في حياتي كنصطدم بالفشل وكنرجع للور وما كنبقاش نكمل بالرغم أنني كنشوف راه غادي نوصل وشكرا لكم وتحية لكم وإذا كان ممكن طريقة التواصل مع الكوتش منى الله يجازيكم بالخير شنو سميتو أنس 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 حيت علاش ترجع للور حيت كتخاف تزيد القدام حيت هذاك الفشل اللي كسميتي انت فشل اللي كتواجهو ملي كتبدا شي مشروع ولا داك التعثرات بالعكس هذيك راه اكبر دليل انك ناجح لان الحاجه الساهله الا كانت ساهله مهله كلشي يديرها ما تديك حتى البلاصه فدائما الحاجه ملي كتكون عندها واحد القيمه كتكون فيها واحد شويه ديال الصعوبه كتكون فيها واحد شويه ديال ليفور واحد المجهود فمن تلحق راسك تعثرتي في شي حاجه خذ واحد الوقت جلس مع راسك الورقه والستيلو كما تواصلتي معنا دابا بالكتابه جلس مع راسك وهز واحد الورقه والستيلو وكتب قول دابا انا فين وصلت هنا فين باغي نوصل لهنا واش هذا الشيء اللي باغي نوصل له واش مهم بالنسبه لي الا ما وصلتلوش واش شي حاجه تغير في حياتي ولا ما تغيرش والا وصلتلوش شنو هيتغير ايجابيا او سلبيا في حياتي حيت شنو بات كنبداو في شي مشاريع او في شي اشياء اللي ما عندها فين تدينا فغير كنتعرضوا او ما فاهمينش علاش حنا غير عجبتني هذا قالوا لي مشروع مزيان او بنت لي هذه خصني نديرها كنديرها هي كنصادف اول صعوبه صافي كنرجع للور فنشوف انا قبالتي دائما نركز على داكشي اللي باغي نديرو فين يديني ولا حققته باش نحس ولا حققته شنو هي الاشياء الايجابيه اللي هتزاد في حياتي او يمكن السلبيه باش كنوزن داكشي اللي كندير اون فوا كنحدد هادشي مين كنلقى شي عثره كنجلس مع راسي كنقول دابا انا باغي نوصل لهذا كنولي كنتاكد واش داك الهدف كيهمني ولا ما كيهمنيش الا ما كانش كيهمني ما عندي علاش نكمل ولا كان كيهمني كنصحح لان اي عثره او اي خطا او اي اللي سميتي انت فشل كنسميوها تجربه بالعكس هي اللي كتقدك حسن باش توصل لذاك الهدف ديالك فحال دابا مثلا وكان الدكتور الفقي كيعطي هذا المثال بزاف تيقول لك دابا شي واحد الا ماشي لدارو بالليل ماشي في طوموبيلته ماشي للدار لقى داك الطريق اللي كيدوز منها كل نهار هذه 10 سنين كيدوز منها لقاها مشدوده طرطق شي قادوس وقعت فيها شي حاجه المهم داك الطريق باغي ما عندوش منين يدوز طوموبيلته واش تيجلس حدا الطوموبيل وكيبدا يبكي وتيقول ما عندي سعد نبات في الزنقه ولا كيمشي يقلب على طريق اخرى كاع الا ما لقى ما يدير كيستاسيوني الطوموبيل ديالو في شي قنت وكيكمل على رجليه لان الهدف ديالو واضح ومتاكد هيوصل ليه اذا علاش ما كنتعاملوش مع الاهداف ديالنا في الحياه بنفس الطريقه علاش غير كنتعرضوا لواحد المشكل فعاد ما نبدلوا الدار فعاد ما نبدلوا الطريق كنبدلوا الدار ونتمنوا له خير باذن الله رساله اخرى كتقول سلام انا بغيت نسول الكوتش منى واخا شويه السوجي بعيد على الشعوذه وبلا ما تقولوا الاسم ديالي بطبيعه الحال بكل فرح انا مزوجه هذه 3 سنين وكنت مع حماتي ديما مزيانين وكنحترمها وكنعاملها اكثر من ما كنعامل الام ديالي
وكان ومؤخرا جات عندي ودوى معاها رجلي على واحد الموضوع, وهي فهمت انني انا اللي حرشته باش يقول لي هذاك الشيء, ومن ثم تكونت واحد الحساسيه بيناتنا. ودابا غادي نمشي وان شاء الله عندهم, وانا خايفه من كيفاش غادي نتعامل معاها, وانا من النوع اللي ما كنقدرش من نضحكش ونكون مطلوقه على طبيعتي مع الناس. وراجلي كيقول لي دابا باش نجلس, كيقول لي هذا دابا مشينا غتجلسي في حدود, ما نجمعش معاها وما نضحكش معاها باش نتفاداو المشاكل, عفاكم ساعدوني وشكرا. بالعكس الا مشيتي وما هدرتيش معها وما ضحكتيش معها عاد ما هتكبر وتجي شتي بالصح حرجتي عليها وتبدلتي وتغيرتي, ومن جيتي وانت معبسه ومن جيتي وانت ما كتهضريش الوغ كو فلانه كتهضر وكتضحك وناشطه, وهذا اذا بصح كتكونفيرمي كتاكدي داكشي اللي هي ظنته سوء فيك. فاحسن حاجه ان الانسان يتجاهل هادشي اللي وقع, هذيك مساله بينها وبين ولدها انت ما تدخليش راسك فيها, سيري لعندها مادام نتوما ماشيين ماشيين, ما عندكش تنكدي على راسك, ضحكي عادي وهضري عادي, ولا وقع شي حشيه للهضره ولا شي تلميحه ديري مسك ما فهمتيش. احسن حاجه باش تجنب داك التصريحات داك المعاني اللي غير صريحه هو الانسان يتجاهلهم, والانسان اللي باغي يوصل لك شي رساله يقولها لك صراحه, وكتخرجي راسك من باب واسع, وانت ما تحمليش نفسك اكثر من طاقتها. مادام انت عارفه راسك ما انت ما مدخلاش في الموضوع وما دايره حتى حاجه, وانك تم واحد سوء الفهم, ما عندك علاش تتعاملي باريحيه, تعاملي بحال الا ما كاين والو, لان حتى هذه القضيه انت ظنيتي انها فهمت انك يعني ما كاينش شي تصريح حقيقي, او هي جات قالت لك انت اللي قلتي لولدي, او هي مجرد تخمينات, مجرد فهمنا من هذه الهضره فهمنا من هذه. احسن حاجه ان الانسان يخرج راسه من هذا لي سنتي باتو, لان ما كيديونا حتى البلاصه. نعم ونتمنوا لها خير. ناخذ معنا مكالمه, معنا لمونه من مراكش. مرحبا بك لمونه. السلام عليكم اخت سكينه. لاباس؟ عليكم السلام, الله يطول عمرك. لا 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 خطيك, كنشكركم بزاف على هذه البرامج اللي كديروا لينا, وما فعلا صح اعلامي مزيان مشاهده الجميع. الله يطول لنا عمركم. لا لا خطيك, لا لا امين, فضلكم فضلكم, الله يطول عمرك. لا منى مرحبا. ممكن نتواصل مع الكوتش منى؟ اكيد طبيعه الحال. تفضلي. الله يجازيك بخير. انا عندي واحد المشكل, هو كان دابا مؤخرا وليت كنحس بحال الا وليت كنعيا بزاف, وليت كنقول راه شي حد اللي معينني, شي حد اللي حاضيني, وهذا الشيء المشكل ما كانش عندي في راسي, وما كنتش زعما ما كنتش كندخل هذه الهضره لراسي. انسانه قاريه واعيه ما خاصنيش نفكر بهذه الطريقه, ومؤخرا وليت كنفكرها هكا ما عرفتش علاش, وخاصه اني كنفكر ان هذا الشيء كيجي من جهه ديال عائله راجلي. كنقول راه واقيلا هما اللي غير حاضيني, هما اللي غير مقابليني, ما نعرف هاد الشيء, عرفتها خرافات وعرفتها ماشي, وبغيت زعما شي وسيله باش نترفع على هاد الشيء, نبعد على هاد نحيدو من دماغي. داكوغ منى, شوفي اولا نعم. اول حاجه هي انك ما تعنديش الاحاسيس ديالك, كتحسي كتقولي ان راه يمكن العين, راه يمكن هادي, شوفي العين حق تقدر تكون فعلا. فالانسان باش كيسكت هذاك الصوت اللي في الداخل ديالو اللي كيبقى يوسوس ليه بزاف, كيدير اللي عليه. عندك الصلاه, عندك الاذكار, عندك الرقيه, اذا هانتي درتي اللي عليك كتكوني مطمئنه ان حتى حاجه ما تاذيك. واخا تجيك الفكره في راسك ان راه يمكن معينيني, كتقولي ما يمكنش, لان الله عز وجل اكبر من كل شيء. مادام انا قريت ايه الكرسي قبل ما ندخل, قبل ما نخرج من داري, وقريتها قبل ما ننعس, ما يمكنش شي حاجه تاذيني. راه الا حسيت بشي الم اذا خصني يمكن غير عييت, نمشي نشرب واحد الكاس العصير ولا كويس داتاي, ونحس براسي بخير. فهذا هو اللي تقدري ديري, يعني لان الا انت قلتي لا العين ما كايناش, ولا انا غير كان هادشي غير خرافات, وهذا اي شي حد يقول لك العين كاينه, وهالحديث وهالقران وهادي وفعل شي تركشي وفلان داروا لي, يعني هي عطاك 100,000 تاكيد على انها كاينه, وتبداي تحسي فعلا انها كاينه. واي مشكل او اي غير شي حاجه بسيطه في حياتك بدات تقولي اه هذه العين, دبسي مع راجلك اه حيت عينوني, حسيتي براسك عيانه حيت شي حاجه. فديري اللي عليك, يعني التحصينات, وكوني متيقنه ان حتى حاجه ما تاذيك, وان كل شيء, وداك الساعه الا حسيتي بشي حاجه ماشي هي هذيك قلبي لها على حل اوترومون بطريقه اخرى. نعم ونتمنوا لها خير. نمشيو ناخذوا معنا فاصل اعلاني ونرجعوا ناخذوا بقيه مكالماتكم. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو, مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما الى حدود الساعه الرابعه. مرحبا واهلا وسهلا بكل اوفيائنا اللي كيتواصلوا معنا دائما على 0522 46 72 51 52, او عبر الاس ام اس تكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80, ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك, ويمكن لكم مستمعينا الكرام بطبيعه الحال تواصلوا معنا عبر الاستماع, سواء عبر اثير الاذاعه او
وعلى www.medradio.ma وتنضاف كذلك تطبيق الهاتف أو الابليكاسيون سمارت فون ميد راديو. فتحية خالصة لكم مستمعينا الكرام. شو ناخذ معنا لزينب من الرباط. مرحبا بك لزينب. ألو. مرحبا للا تفضلي. ميد راديو معك للا. معك سكينة أنت في المباشر تفضلي. مشرفين بارك الله يطول عمرك لزينب. مرحبا. الله يطول عمرك. فريمون واحد البرامج اللي هي هادفة. بارك الله فيك. هذه اللي بزاف. مرحبا للا. بزاف وعلى ابتسامتك وعلى صدر الرحب ديالك. الله يطول عمرك. بخير بغيت نتصل. طبيعة الحال تفضلي. كنت منى. تفضلي هي معك. للا. ألو. الو لالا زينب مرحبا بك. بارك الله فيك لالا. بغيت نطرح لك واحد المشكل ولو خارج شويه على الموضوع باسكو شحال هذه وانا كنتسنى نتصل ما توفق. تفضلي. عندي واحد الولد في عمره 25 سنه. ولكن عندنا واحد المشاكل معاه. كنتخبطوا معاه في المسار الدراسي ديالو. ما عرفتش لالا منين غادي نبدا. ما عرفتش اش غادي نقول لك. يعني هو كان في الابتدائي ديالو بكي بزاف كيقولوا لي المعلمين ديالو هذا الولد ما عرفتش غادي يخرج منه ما نعرفش داك الشيء. وبقى غادي 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 ملي وصل للسنه الاولى بكالوريا بدا شويه كيتهاون. حنا بدينا كنزيروا عليه وشويه شويه شويه خدا البكالوريا ديالو ماشي بداك الطموح اللي كان باغي وما بقاش. قلنا لي ندير واحد المدرسه ديستيا ما بغاش قال لك انا ماشي المستوى ديالي ديالها. عاود درنا له مدرسه بريفي خلصنا عليه بزاف د الفلوس عاوتاني مشى ليها وما كملش. عاود مشينا صيفطنا للترونجي مشى قرا واحد العامين ولكن في الترونجي واحد الدوله اللي غاليه بزاف ما قدرتش على المصاريف ديالها وقرا مزيان. والعام الاول نجح العام الثاني العام الثاني ما قديتش وجبته رديته للمغرب. عاوتاني هنايا في واحد الكليه واحده اخرى هنايا عاوتاني في البريفي فيها تايا فليفات. في الموت نشوف داك الولد علاش هو دايما هكا ما كينوضش ما كيفيقش كيسهر بزاف ما عرفش. هو في الحقيقه واحد الولد اللي متمرد وكيشوفني سيغت وتوجه ليا انا كمو لانني انا المسؤوله في الفشل ديالو كامل. وسيت مش نقول لك واحد الواحد اللي يغمق عليك واخا تكون عندك انت الحقيقه وكيقلب تولي عليك. يعني بغيت نوجهه لشي ناس اللي كيختصين في هذه المواضيع هذه. ولاني هو ما كيامنش بسكون ابيل علم النفس ولا علم الكوتشينغ ولا حتى شي حاجه ما تيامنش. بغيت نوجهه يتبان لي عنده واحد الخلل ولكن ما بغاش يمشي ليا حتى لشي بلاصه. ولهذا تنستشر معك الا كان عندك شي ايسيو شي حاجه اللي يمكن تفيدني. والله يجازيك بخير. لالا زينب هذه المساله هذه ديال الابن ديالك يعني هذه سنوات يعني شوف شحال من حاجه جرب ومازال ما عجبو حتى حاجه مازال ما باغي حتى حاجه. واش هذا اللي عند هدف القرايه واش جا غير من بعد الباك ولا قبل منها ولا كيفاش وقع؟ لا قبل الباك قلت لك لالا كان تيجي بنقاط مزيانه وانما هو في الاول ديالو كان شخص بحال الشكل ديال الايبر اكتيف ما كيرصاش ما كي ولكن قلتي كان كيقرا مزيان حيت الليبر اكتيفيتي ما يمكنلوش يقرا ما تيقدرش يركز ما يقدرش يجلس في بلاصه وحده ما يقدرش هذا يعني ما تيجلسش في بلاصه وحده حتى القرايه ديالو كانت بطرق اللي ربع ساعه وينوض. ولكن كان ممتاز ولكن ملي وصل البروميير اني باك بدا كيهبط. وحنايا انا وباه بقينا عليه يلاه يلاه خصك تقرا نوض تقرا نوض تقرا هو ما تقول لي نوض تقرا غادي ينعس دابا يعني ما عنده ملي كيداخل مع الثمانية ملي تقول لي نوض يقول لك لا ملي قلتي لي نوض انا ما غاديش. شدها غير عكس وصافي شدها غير عكس ولحد الان يدخل يخلي الضو مشعول مورا الحمام يبقى الشوفو مشعول كل يعني واحد النوع تنحس ما عندوش الاحساس بان دوك الملايين اللي خسرنا عليه راه عليهم تقريبا شي 60 مليون اللي مشات في ليترونجي وردينا تتبان لي تيقول لك يعني 60 مليون وما دار بها حتى شي حاجه ما قرا حتى شي ديبلوم اللي يمكن يفيدو هنا في المغرب. لا قرا غير بروميير اني مشى دار لانفورماتيك قرا ديك بروميير اني عندهم باش يتانتيغرا في بلادهم لان كنت انا جو فودغي لو سوستخيغ من لو ميليو اللي هو فيه. مشى قرا واحد العام ملي مشى قرا مزيان ونجح طلع البروميير اني ديالهم في الدبلوم ديالو كان باغي يدير لانفورماتيك لانجينيور في واحد لونيفرسيتي انترناسيونال برا. جاب مزيان ولكن واحد بقى لي واحد جوج دلي موديل وقلت له انا الدبلومه ديال غيطلع لي ب 120 مليون اجي في حالتك ما قديتش. واتفقنا وقال واخا غادي نرجع ودرنا داك لو دوي ديال هذه المساله هذه وقبل وتقيد في كليه ودابا حاليا راه تيمشي دابا في بروميير اني ديالها. مره كنلقاه ناعس مره كنلقاه كيمشي
مره كان الخديمه ديالو تلقاه بحال البارح لقيتو خدام في البيس ديالو زعما خدام في الدومين اللي هو غادي فيه وانما كيتعطل بزاف الا دخل مع 8 يدخل مع 12 الليل ومن 10 للوحده والا دخل مع 10 ما يدخل حتى 4 الصباح باش يبقى ناعس ومطنيري تيحسب الحساب ولا مشى عاود يوجد راسو كيبقى واحد التوجات طويل باش ياخذ داك لو كور ديالو ما عرفت شنو خصو ساعة ونص ديال المكان هو كيمشط هو كيوجد هو كيغسل إلى آخره وهادشي كيعصبنا حنا. ما لا اسمح لي لالا زينب دابا هو هاد الوقت هذا اللي كياخذو كامل ولكن دابا في نفس الوقت راه قلتي كيحضر الدروس ديالو لاحظتي أنه كيدير شي تحضيرات واحد شوية شفتو البارح كيحضر شوية ولكني داك الاهتمام اللي حنا بغينا يعطي مادام هاد الضايع كل ولاد في عمره 25 سنة هو باقي غير بالباك ونقولوا خصو يعني يعطي راسو غير القراية ولكن عاطي عاوتاني راسو لواحد الضومان واحد آخر أوتخ كو سا بيان سور لان السن ديال الشباب وباغي يكتشف وباغي يعرف وباغي يخرج وباغي يضحك وباغي 100,000 حاجه شوف شوف نعم نعم سي تان رابور كيكتب الراب القصائد الراب يبا تيكتب فيهم ما عرفتش فين كيوصل بيهم ولكن ما تيكملش ايوا عمركم شجعتيه في هادشي اللي كيكتب كنت في الاول رافضه دابا ما بقيت لا رافضه لا مشجعه وعرفتي شنو شوفي لالا زينب هاد الولد ديالك معاند ومين كتعندوه نتوما في داكشي اللي ما كيبغيش كيدير لكم نتوما داكشي اللي ما كتبغيوش دابا هادشي على حسب غير الوصف اللي عطيتيني ما يديرش ما يديرش ما يكتبش داكشي ديال الراب اللي هو كيبغي ما يخرجش ما خصوش مثلا يفيق معطل سير بيا ولدي قد حالتك دغيا ونسير لمدرستك عاد هو ما كيعجبوش بلاتي عليه ويقد بلاتي عليه ماشي ما تيبغيش النصيحه يقدر يكون ما كيبغيش داك المراقبه اكثر من القياس دابا هي بالنسبه لك انت كأم هي نصيحه انت دايره عليا الكاميرا اييه شتي يعني انت بالنسبه لك كأم هي هادشي لمصلحته وما بغيتي يكون الا احسن واحد في الدنيا ويكون ناجح في حياته وما كرهتيش كدابا راه مزوج وما عرفت شنو متفقه معك فهادي من جهتك انت هو عاوتاني حط راسك في بلاصتو كيفاش كيشوفها انا دابا عندي 25 عام وهما ردوني من داك البلاصه اللي كنت انا زوينه كنقرا فيها حيت قال لك الفلوس وهذا وبزاف هادشي المصاريف والله يكون في العون يعني هاد المبالغ اللي قلتي راه هائله وفوق هادشي كامل حظيني دير هادي وما ديرش هادي واش انا دابا ولد صغير ولا دري صغير باش يبقاو يديروا ليا بحال هكا فهادي عاوتاني الوجهه النظر ديالو هو اذا نلقاو حنا لو جوست ميليو ياك انت باغا غير مصلحته باغا غير يكون ناجح في حياته باغا غير يكمل قرايته ايه ولا لا ايه مزيان فاول حاجه شجعيه على داكشي اللي كيدير مثلا من شتيه البارح كيخدم خدمته قولي الله يرضي عليك اوليدي وان شاء الله وبالتوفيق ماشي ايوا هكا كنبغيك وشتيه وشحال هادي وفين كنتي وخصك في عوض ما تخدم ربع ساعه تخدم 10 السوايع لان دائما كتشوفي داكشي اللي ناقص عطيني فرصه نقول هذا الشيء ما يعطينيش وراه كتقيلي تقولي على لا زينب راه كتقولي بزاف كتلاحظي على كل حاجه وكتقولي في كل حاجه فهمتيني هاد المساله راه صعيبه بزاف على الولاد يعني وخاصنا نوصل 25 عام راه شي نوبه الوالدين دابا انت بالنسبه لك راه بحال الا مازال عنده عام وعامين مازال ما لاحظتيش داك الفرق انه داز من عامين ل 25 عام مازال خصك تحضي في حوايج وتحضي في الباس وتحضي في الشعر وتحضي في صحابه وتحضي في واش كياكل ولا ما كياكلش واش لبس ولا ماش لبسش واش غسل ولا ما غسلش هادشي كامل بالنسبه لك لان انت لان الوالدين راه ما كيلاحظوش هذاك الفرق ديال السنين ما كيلاحظوش ان راه الوقت كثر وان الاولاد كبروا ان خصهم لوتونومي خصهم واحد شويه ديال الحريه واحد شويه ديال الاستقلاليه فشوفي داكشي بينك وبين راسك شنو داكشي اللي خاصك تهضري عليه وشو داكشي اللي ما تهضريش عليه الباس تعطل في الباس تعطل سوقو هذاك ياك هو المهم ماشي للجامعه المهم هو النتيجه انه ينجح في التالي العام قول له ولدي كما نجحتي عامين هنا راه تبارك الله عليك ماشي تقدر تنجح في الجامعه راه شي حاجه دير اكثر من نجاح ليه دائما نبنيو على داكشي الايجابي لان مادام هذا الولد بالسلبي وبالنقير وبالمراقبه ما عطاش نتيجه بالعكس انت كتقولي محد كتراقبي محد كيجي لعند اذا ما بالعكس كيعطينا لي في كونتخير كيعطينا النتيجه المعاكسه فنحاولوا دائما نمشيو للجانب الايجابي الا شفتو كيحفظ قول الله يرضي عليك اوليدي الله يكملك الله يعاونك الله هذا تشجيع بلا ما نفكروا ان البارح ما حفظتيش واش شتي وكان حفظتي البارح وحفظتي غدا وحفظتي بعد غدا هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه من نشوفوا كيبدل الحوايج ولا هذا ما عندكش تراقبي في هذه المساله ولد تبارك الله ديال 25 عام تنظن راه قادر انه يختار الباسو ولا يختار الوقت اللي كي هذا المهم هو النتيجه المهم انه في التاليد العام ينجح كما قلت لك الحاجه وشجعيه على داكشي اللي كيبغي شنو بات مثلا غير تقدري تشوفي كيتفرج في ماتش هو كيتسطع على شي فرقه او كيتسطع على شي ماتش بزاف ديال الوالدين كتوقع لهم هذه القضيه مع ولادهم ماشي غير 25 عام حتى اللي اقل سنا منه فتيقول لي في عطمه راه انت حاضر لي هذاك الماتش كنت تلي حفظتك وداك الوقت زايد فيك وهذوك راه متفرينه وانت ما متفروش وكتبدا داك السنتة ديال المعيور وديال الهضره لهذا وكنصدقوا عاوتاني كيكون باغي يرجع يحفظ كيصدق بناقص فمن نشوفوا كيتفرج الماتش ديالو ما عندي علاش نغص عليه داك اللحظه ديال خليه يتحمل مسؤوليته 25 عام راه ناس خدموا ناس صح. قدروا يوصلوا شي اشياء في حياتهم جربي باش يتحمل مسؤوليه راسه انك
ما تعاوديش تعطيه ملاحظات ديال دير وما ديرش وشوفي النتيجه. نعم. ما تبقايش انت نتابعاه نوض حفظ نوض نوض عمل نوض دير علاش تعطلتي علاش مشيتي، ما تعاودي ديري حتى ملاحظه، اعطيه غير راسك غير واحد الشهر الا قديتي بيان سور على واحد الشهر بدون ملاحظات وشوفي النتيجه شنو غتكون. نعم. وناخذ معنا اتصال اخر معنا لاله مريم من الرباط. مرحبا بك لاله مريم. الو السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا. الله يجزيك بخير اختي، انا بغيت نهضر معكم. طبيعه الحال تفضلي. انا اختي عندي واحد المشكل مع حماتي. هي في الموضوع اللي كتهضروا معاه في اطار الشعوذه. دابا فيما كنمشي انا لعند والديا وهي اللي كتديني، وملي كنرجعو كتختار شي مشكل باش تقول لك راه داروا لينا فعلوا لينا، وكنوقع انا وهي ديما في المشكل. كتديك هي عند والديك، ومين كتكوني راجعه من عند والديك كتبغي تقول لك زعما انك راه انت مشيتي سحرتي ليها عندهم. لا هما زعما كيديروا لنا شي حاجه باش يخلقوا المشاكل بيناتنا. فانت هنا هنايا انت اللي خصك تكوني اذكى من هذه المساله، مادام انت كتحسي بها ان كتكون بعدا انت اصلا دابا مع هذه التجارب كتكوني ملي كتجي راجعه من داركم لدار الحماس ديالك كتكوني مستعده كتقولي شمن مشكل هتخلق ليا. شمن غير انت اصلا كتمي جايه ومستعده ان شي مصيبه هتوقع ولا شي مشكل هيوقع، هذه هي الحاجه الاولى. فكاين واحد دابا انا تفضلي. دابا انا اسمحي حتى قبل ما نمشي وكنعرف راه ملي غنمشي وغنرجع غادير لي شي مشكل. ايوا شتي هذا كان عرف، هي الاستعداد النفسي اللي تكلمنا عليه، هو اللي كيخلي السحور ياثر في الناس وكيخلي ان العين تاثر في الناس، كيبداو كيشوف كل شيء بصح راه كيوقع لهم. هي هذه المساله الاستعداد النفسي، يعني انت ماشي لداركم فما تستمتعي بداك اليومين ولا ثلاث ايام اللي دوزي مع داركم وتنشطي وتضحكي كتبداي تنكدي على راسك قبل ما تمشي، لان عارفه راسك كتمشي وتدوزي يومين وترجعي تلقاي المشاكل. فحضري راسك من هذا الاستعداد، هذه المره جايه من تجي ماشي تكوني متيقنه، بداي تقولي لراسك هنمشي ان شاء الله الرحمن الرحيم ونجلس مع والدي هذاك اليومين وهنضحك ونشط معاهم ونشوفهم ويشوفوني، ومن تم راجعه جيبي شي هديه الحماس ديالك كما كانت، يعني ماشي ولا بثمن والاثمنه باش هذا، غير شي حاجه رمزيه ولو انك دوزي تاخذي غير شي حاجه من الباتيسري ولا شي حاجه وتقول لا عرفتي راه توحشتك في هاد اليومين وكيدرتي ولاباس عليك وبقات بلاصتك. هي اللي كديها يعني كتكون معاها، كتكون معاك في ذاك اليومين مع والديك. كتكون كدوز معاك ذاك اليومين تما اصاحبي غير كتوصلها وكتبقى. لا كتكون معاها. لا كدوز معايا ويعني كتبقى حاضيه معايا وكتبقى يعني. وشوف عرفتي اش ديري ليها دابا، تقدر تكون مساله ديال الغيره، هاد الحاجه كتوقع خاصني الا كانت عندها واحد السن معينه، مي كتشوفك مع والديك كتجيها الغيره. هي حتى واحد القضيه دابا غير. نعم الو مريم. للاسف انقطع الخط. فمريم شوفي، واحد المساله تقدر تكون الحماس ديالك كتغير من داك التعامل اللي عندك مع الوالده ديالك او الوالدين ديالك او خوتك او داك المحيط اللي انت فيه، وهذه المساله يعني شنو بس يعني بالنسبه لي كتقدر غير مفهومه، واش كاين شي واحد كيغير من العلاقه ديال ولد ولا بنت مع الام ولا الاب ديالو، وبالنسبه لوحدين اخرين تجيهم الغيره. فانت تكوني اذكى من ذلك وباش تشري كما كنقولوا راحتك وراحه بالك والعلاقه الطيبه، مين تكون حدا وقولي لماماك هذه الهضره مثلا نخبريها قول لها عرفتي راه كتغير ما هذه، مين تكون حداها مثلا بوسي لها راسها وقول لها عرفتي راه انت عزيزه عليا والهلا يخطيك، وانا كنحس براسي دابا عاد عائلتي كلها هنايا والديا وحماتي، يعني كتعطي لها واحد القيمه باش ما تبقاش حاسه حتى هي براسها انها كتراقبك، انها جايه لهنا باش تكونتروليك، راه انت ماشي عند عائلتك وهي راه ماشي فرد من داك العائله، حسيها ان راه انت بالعكس هنايا راه انا مع عائلتي، وتجنبي انك الترجمات، يعني هي شافت هي نقرت هي شافت فيها بحال هكا اذا راه شي حاجه، وتجنبي كذلك انك تحط راسك في واحد الوضعيات المستفزه، مثلا انك كتهضري انت وماماك بشويه، اذا سي نورمال الانسان اللي كيكون معكم، ولو ان المساله راه طبيعيه اي حد كيمشي عند ماما باش يهضر معاها ويعاود ليها وتعاود ليه، ولكن الا درتيها حداها اذا تقول هذه كتهضر عليا، الانسان كما كنقولوا فيه الفز، كتقول هذه كتهضر عليا هذه كتشكى مني، تشوف درتي شي حاجه او مديتي لماماك شي حاجه شوف كيفاش كتعامل معي امها وما كتعاملش معي، فالانسان يرد البال لهذ المسائل. وطبعا كما كنستعدوا نفسيا انا نهاري ماشي عند والديا وندابا نقول انا ماشي عند والديا هذه النوبه والتغيير هيكون ان شاء الله. نعم. ومشوا لحظه مع فاصل اعلاني ورجعوا معك الكوتش منى صباحي مدربه معتمده في التطوير الذاتي دائما برنامجكم الحل بين يديك، بطبيعه الحال احنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معكم.
رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما الى حدود الساعة الرابعة. مرحبا واهلا وسهلا بكل اوفياءنا الكرام اللي كيتابعونا على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. غادي نواصلوا استقبال مكالماتكم وغناخذوا معنا اللحظه دائما على 0522 42 72 50 51 52، او 05 او عفوا تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، اكتبوا حل خليوا فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 5080، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك. ناخذوا معنا السي احمد من اكادير. مرحبا بك سيدي احمد. سلام، كي داير السوق على بالك؟ الحمد لله سيدي، الله يطول عمرك. تفضل. نشكرك على هذا البرنامج. بارك الله فيك على الطريقه ديالك في الاداء. لا لا اختك سيدي، نفضلكم الله يطول عمرك. تفضل. مرحبا. عندي واحد المشكل بغيت نحكيه. كنسمعوا لك سيدي احمد، تفضل. اختي عندي، كان انا عندي 31 عام واني كان خاف من الزواج، دابا وصلت على الزواج وكان خاف منه. لحقيتاش هادي عام كنت تعرفت على واحد البنت، كنت وعدتها بالزواج سميتو، المهم شي دوت الخطبه وداك الشيء. الايام الاخيره قبل الزواج وهي كتفاجئني بعد الاسئله اللي بحال قلتي خلاتني انني ما بقيتش كنفكر في الزواج نهائيا. هي خوفتني منها. اسئله بحال ايش تقدر تقاسمهم معنا باش نعرف يعني الاسئله اللي خلاك؟ ماديه ولا اشياء معنويه، اشياء حميميه؟ شنو هي الاسئله اللي سولاتك خلاتك تتفاجئ؟ حميميه باش كتفسر على شي امور حجم. لا بلا ما تدخل في التفاصيل، فهمنا. وي فهمنا بلا ما تدخل في التفاصيل. صافي من ديك الساعات وانا وليت نتخوف، يعني كيقولوا لي ما ينضر دابا الزواج، كان عندي كاع الظروف اللي غتخليني انني نكون اسره وهذا، ولكن كنخاف ديما، عندي ذاك الجانب ديال الخوف مأثر عليا بزاف. والخوف مناش؟ شنو زعما كتوقع تزوج شنو هيوقع؟ هذيك الطريقه اني كنخاف انني نفشل في العلاقه الحميميه هذا. شوف يوسف، ياك حمد سي احمد، شوف الانسان ما يمكنش يحكم على نفسه بالفشل في واحد الحاجه اللي مازال ما جربهاش. هذه من جهه. الا كنت انت شاك ان عندك شي مرض او عندك شي نقص، او يعني الانسان راه كيعرف راسو واش عنده نقص ولا ما عندوش نقص. الا كنت انت حاس ان عندك شي نقص او عندك شي مشكل او هذا، راه ما فيها بس، راه كاينين اطباء اللي كيتعاملوا مع هذه المسائل والحلول كاينه. فالانسان ماشي لانه خايف من واحد الحاجه ما عرفاش حتى واش كاينه ولا ما كايناش يوقف حياته. سير عند الطبيب مختص وتشاور معاه وشوف، وتقدر تكون المساله غير نفسيه او غير في التفكير ديالك، وان شاء الله الرحمن الرحيم تعداها وتقدر تبني حياتك وتزوج ودير وليدات وتعيش حياه طبيعيه باذن الله. وي اختي شكرا. لا عفوا سيدي. مرحبا بسي احمد، ونمشيو ناخذ معنا مكالمه تاليه. معنا لالا منى من فرنسا. مرحبا بك لالا منى. منات معنا هذا النهار ياك. مرحبا لالا منى. وعليكم السلام ورحمه الله. كاين عندكم شي تل شي برد؟ موجود الخير، نسيفط لكم شويه. شويه ما كرهناش. الموت ديال البرد. مرحبا. ديال البرد. مرحبا لالا منى. عندكم بدات كطيح الشتا. وشويه البارح كان تبارك الله الخير، اليوم شويه الجو مشمش. ايوا ونتمنوا خير. الله يغيثنا يا رب. الله يغيثنا يا رب. مرحبا اختي منى. علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله. مرحبا بلالا. الله يخليك اختي، ميرسي سي جونتي. مرحبا. دونك نبدا في تفضلي بطبيعه الحال، انتي معنا على المباشر. واخا ميرسي. شويه بيرتيرفي يعني حيت لا بروميير فوا اللي غادي نهضر يعني على المباشر. بون المشكل ديالي انا بادي الصراحه ماشي جديد، يعني صافي شي 4 اون دابا ولا 3 اون. كنت كنعرف واحد السيد، انا ديجا قبل دابا هو اللي مزوجه به، ديجا كنت مخطوبه وهذا، ويعني ما كتبش مع واحد اخر. هذا كنت كنعرفه. فينا الموضوع زوجنا، كانوا مشاكل قبل من الزواج. صراحه كان عنده واحد لابيتود خايبه ديال الشاط، كيدخل كيشاطي شحال مره لقيتو، يعني كنلقى شحال من حاجه. كنا يعني شحال مره كان كينوض الصداع وهذا، ولكن انا شنو كنت كنقول؟ كنقول يعني اون فوا بعد ما غادي نتزوج ما غاديش تبقى المساله هو براسو. كان كيقولها ليا، كيقول لي يعني غير الملل، هو في المدينه وانا في المدينه، ما في الغربه راك عارفه يعني الانسان كيكون بوحدو هذا. ديما كنت كنحاول نعطيه اعذار، ديما كنقول واخا غادي نتزوجوا ما غاديش يبقى هذا الشيء. وحتى التعامل ديالو صراحه ما كانش مزيان معايا. دونك هادشي قبل ما قبل ما تزوجوا؟ هادشي قبل، هادي في لا بيريود ما بين الخطبه والزواج. قبل يعني ديجا لا فامي ديالي عارفينه ولا فامي ديالو عارفيني، دونك انا تحطيت واحد الموقف خايب على لا فامي ديالي. يعني ما صراحه ما رضيتش غيقولوا هيا بو لا دوزيام فوا تخطبات، وما فهمتي يعني الواحد كيبقى يفكر بعيد. دونك هما وحتى صراحه والديا في الاول كانوا ديجا وقعوا شي مشاكل. كنت مشيت للمغرب واحد المره، المهم وقعوا شي مشاكل،
كان كيتصل بزاف التليفون وهذا دونك سيت كيشك بزاف مريض بالشك. وفعلا هضر يعني هضروا معايا العائله وداكشي قالوا لي زعما انت غتحملي مسؤوليتك في هذا الزواج هذا حيت لا غولاسيون راه ما واضحاش من الاول. فعلا تحملت المسؤوليه ديالي حتى يعني حتى العرس كنا متفقين على اساس اننا بجوجنا غادي نديروا العرس. صدق هو في الاخر يعني فهمتي فاش وصلنا لديك يعني المساله ديال شنو كيقولوا له التوجه ديال العرس وهذا رجع اللور خلاني انا تكلفت ديجا يعني الحمد لله والديا تكلفوا كل شيء ولكن واخا هكاك هذا راه عتي خلاف الوعود من الاول كان وعد بالحاجه كنوصلك حتى ليها وتنرجع اللور ديجا هذه اول حاجه يخلف بالوعود ماشي غير في انا في المسائل الماديه ما عنديش مشكل من قبل كاع ما نعرفوا انا الحمد لله انديبوندونت كنخدم على راسي كملت قرايتي يعني الحمد لله انا كنحس براسي انسان يعني لا قبل ما نعرفوا كنت انسانه ناجحه في حياتي يعني جيت داكشي اللي كنت دايره في بالي قبل يعني منين جيت من المغرب لهنايا داكشي اللي كنت دايره في بالي وصلت له ما الحمد لله قرايتي الحمد لله يعني انا فاش كنبقى جالسه مع راسي وكنسول راسي كنقول واش انا اللي فيا المشكل ولا هو اللي فيه المشكل ولا حتى ميم التواصل بيناتنا الكوميونيكاسيون بيناتنا ما كايناش لدرجه اون فوا كنبغي نجبد معاه شي موضوع ولا نبغي نناقش معاه شي حاجه كيبدا يغوت ويقلب في قبلهم يعني ما كيعطينيش فرصه فين نهضر معاه. هادشي دابا حاليا وانتم مزوجين حاليا وصلنا حاليا وحنا مزوجين صافي انا وليت كنحس بيه بحال صافي حطني امام الامر الواقع زعما حنا مزوجين دابا عجبك هاد السيستم غتعيشي فيه وليت دابا ديبوندونت منه حيت انا ما بقيتش في لافيل اللي كنت انا فيها جيت في فيل واحده اخرى دونك حياتي كامله تبدلات. مازال ما خدمت مازال ما حتى شي حاجه في هاد لافيل هادي دونك انا ديبوندونت منه نهار كامل جلسه في الدار كنتسناه هو يجي تيجي خصو ما نهضرش معاه ما نقول انا حتى كلمه يلقى يعني لقى كل شيء واجد الماكله واجده وهادي وانا ما نهضرش خصو انا كنحس يعني بحال خصو شي شي شي, شي كما كنقولوا اون بوبي مانيبوليها كيف ما هو بغى تهضر فاش بغي فاش يبغي هو وتسكت فاش يبغي هو ولكن قدام الناس انا هذا اللي كي اثر فيا بزاف قدام الناس ما كيبينش هادشي كيبين لو كونطرير قدام الناس كيبين بحال كيمثل قدام الناس وانا وليت كنضطر انني نمشي معاه في داك في هاد يعني في هاد يعني في هاد الشيء ديالو فهمتيني وي. الو شوفي منى نعم. انت دابا شنو مستفده من هاد العلاقه ياك ما عندكش الاولاد دابا لا الحمد لله منى انت دابا من دخلتي لهاد العلاقه دابا شنو استفدتي منها حتى حاجه يعني ما هاد السيد هذا ما تفكريلوش شي حاجه مزيانه معك في هاد وجوستومون فنحيري مقاطعك ممكن علاش انا اتصلت انا هاد صافي 3 ما نكذبش عليك ما كنعسش غادي نحمق علاش كان لقيتو عاوتاني لقيتو كيشاطي فوق ما كنهضر معاه ولا المهم ماشي كيشاطي ولكن كنلقى شي حاجه فوق ما كنهضر معاه تيقول لي لا وانا غير شفت وانا غير هادي ما كاين والو من داكشي يعني كينكر كنبقى انا نسول راسي كنقول واش انا واش يعني كيبقى يدخل لي الشك انا في راسي كنبدا نقول انسان حنا نورمالمون صافي 4 وحنا كنتعارفوا ملي كنا كاع بجوجنا باقيين كنقراو هذا كنقول انا الا ما كانش الا كان كيبغيني نورمالمون كاين جوج الحاجات جوج ديال يعني ديال التفاسير هادشي سواء انسان كيبغي كيت اونجاجا معاك يعني بكل شيء لا معنويا ولا ماديا ولا كل شيء ما كيبغينيش كنقول علاش توج بيا علاش فهمتي علاش يعني علاش خرج ليا على حياتي وسورتو انا ما قدرت نقول حتى شي حاجه لا فامي ديالي حيت اون فوا انا فوق ما دابا هذا هو المشكل اللي كيضرني بزاف لا فامي ديالي فوق ما كنهضر معاهم كنقول لهم مرتاحه الحمد لله ما كاين لا مشكل حتى شي حاجه يعني فوق ما كنهضر معاهم ما نقدرش نقول لهم شي حاجه علاش ما تقدرش تقول لهم شي حاجه سي صحيت انا تحملت مسؤوليتي انا اللي خصني تحملتي مسؤوليتك منى سمعيني الله يعطيك الهضره تحملتي مسؤوليتك ماشي معناتها انك من وقع لك مشكل انك تعيشي في الهم باش ما تقوليش اني راه وقع لي مشكل تحمل المسؤوليه معناتها انني انا عارفه راسي انا اللي اختاريت هذا الزوج وانا اللي اختاريت هذا السيد فإلا صدق به واني امراه الحمد لله الاختيار ديالي ما صدقش خصني يكون عندي القدره انني نلقى الحلول بنفسي ماشي معناتها اني تحملت مسؤوليتي اني من نكون في شي هم في هذا الشيء بحال هذا الشيء اللي كتكلمي عليه يعني ما كاينش اي تواصل ايجابي بيناتكم معناتها انك تبقاي فيه فشوفي منى الله يخليك اول حاجه هو انك تدير جلسي مع راسك شوفي يمكن تزيد في شي ايجابيات
هذه اول حاجه. ما كانش فيه ايجابيات هذه الحلقه ديالك سيئه لهذه الدرجه، ما عندك علاش تبزي على راسك غير فقط على ود العائله ديالك، باش ما تقولكش راه تحملتي مسؤوليتك. تحمل المسؤوليه هو انني نكون قادر على اتخاذ القرار، باش ان الحاجه الا ما كانتش في المستوى اللي انا كنت باغي نكون قادر انني نوضع لها حد، وانت محتاجه انك توضع لها حد. لان هذا الزوج من هذا النوع هذا اللي كيستغل هذا الضعف، كيستغل هذه المساله ديال انك ما تقدريش تشكي، كيستغل هذه المساله ديال انك دابا ما عندكش عمل وانفصلتي على المدينه اللي كنتي فيها، يعني فانتي تو دي بون كيما قلتي من منه في كل شيء، كيستغلها باش يفرض عليك شي شروط التي لا تموت بصيره لا الانسانيه ولا المحبه ولا الموده ولا الرحمه ولا الزواج ولا المؤسسه كلها باي طريقه من الطرق. وهذا الشيء عاد في الاول، يعني غالبا تيقول لك المشاكل كتبدا من بعد العام الاول، من بعد الشهر الاول، من بعد ما عرفت شحال من كذا من شهر. فانت من الاول داخله في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، كنت تكون عندك الشجاعه وفعلا تحمل المسؤوليه انك ديري واحد النقطه وانك تناقشي مع هذا السيد، هذه ما عجبنيش هذه، والا راه خصنا هذه المساله نوضعوا ليها حد. راه وضع الحد هو كذلك نوع المسؤوليه. نعم. وناخذوا رساله معنا بعجاله كتقول: سلام اختي سكينه والكوتش منى، انا ايمان، عندي اختي سنها 18 سنه، تزوجت هذه شهرين وهي كتبغي رجلها وعائله رجلها الله يعمرها دار، ولكن راه خايفه وكتقول بانها ما ولفاتش تعيش بوحدها وما سخاتش بينا، وهي تزوجت في اون اوتر فيل كو لي بارون. عافاك عطيني شي نصيحه، انا خايفه عليها بزاف الا تبقى خايفة وتفكر بزاف ونخافها تمرض. هاد المسألة عطوها حتى هي شوية الوقت ديال التأقلم، مادام الحمد لله لي كونديسيون الشروط اللي دايرة بها مزيانة، فهي مسألة تأقلم. أي حد كيخلي واحد الوسط عاش فيه 20 سنة ولا 25 سنة ولا يمكن أكثر ولا يمكن أقل، حافظ ليه الشروط ديالو، حافظ ليه العوائد ديالو، العادات ديالو، راه من الصعب عليه أنه يدخل لواحد الأسرة وحدة أخرى هكا بالليلة والنهار. فعطوها واحد الوقت أنها تأقلم، ما تزيدوش تكملوا عليها بداك ومسكينة ومشات وخليتينا، قول لها هذه سنة الحياة وبالعكس، ودابا أسرتك الجديدة وحنا نتوحشوك وأنت توحشينا ونتكلموا أكثر ونهضروا أكثر ونشوفوا شنو فهمتي، نتوانسوا مع بعضياتنا بطرق وحدين اخرين، وهذه هي سنه الحياه. وكلنا واحد النهار كننفصلوا على العائله ديالنا كما والدينا نفصلوا على العائله ديالهم، فكنجيو من المساله ديال لي غاسوري او بلوتو لا غاسوري هي بالذات، بلا ما اننا نهولوا ليها ومسكينه وبعدات وما بقيناش اتسيتيرا. نعم. ما نسخناش بك كوتش منى، شكرا جزيلا لك، نتلاقاو الاسبوع المقبل باذن الله على خير خطك دائما في مواضيع جديده. شكرا لك كوتش منى صباحي، مدربه معتمده في التطوير الذاتي. مستمعينا الكرام، نتوقفوا لحظه مع هذا الاقتراح الغنائي في انتظار نودع الكوتش منى ونستقبل الاستاذ سعيد النووي للاجابه عن كل اسئلتكم القانونيه.